منقلكم صباح الخير مشاهدينا مرة جديدة ونهار السبت بهيدا التوقيت دايما بطل عليكم سعادة النايب الأسيس دكتور إدغار طرابلسي. دايما منطرح مواضيع جديدة واليوم رح نحكي عن لأي درجة قادرين بهيدا الزمن الصعب نستعيد الفرحة، وإذا قادرين نستعيدها كيف وبأي طريقة. صباح الخير سعادة النايب. صباح نور أسيس. يعني نحن هلأ بفترة صعبة، أكيد نحن صار لنا فترة كتير عم نناضل، بس لما نرجع نمرق سنة ونوصل لأربعة آب ويكون بعد ما صار شيء، يكونوا كل هالشهداء اللي راحوا أو الضحايا يلي راحوا بعد ما انحكى فيهم، بعد ما صار حل، بعد ما صار شيء، بيكون الأسى أصعب وأصعب، وبيكون أصعب على الإنسان يرجع يستعيد الفرحة. فأول شيء حتى هيك نقول ليش نقينا هيدا الموضوع، هل رح نقدر نرجع شي نهار نفرح ونستعيد هالفرحة، وفي طريقة مثلا نحكي عنها إذا بدنا نتطرق للإيمان؟ إن شاء الله نستعيد الفرحة وأيام حلوة يا رب. هلأ بعد في 3 أيام أو 4 أيام تجي ذكرى المشؤومة لأربع آب، وأنا وعم بتذكر أربع آب بتذكر هيديك الليلة أنا عندي خيي انصاب، نشكر الله إصابته كانت طفيفة، ولكن عندنا ناس بخصونا انصابوا إصابات فاتحة، والسيدة بتخصنا راحت بالكومة أسابيع، ونشكر الله رجعت عاشت، لكن في أصدقاء اختفوا راحوا، في ناس عوقوا، في عنا معارف يلي خسروا بيوتهم بالكامل بالكامل، أن صديق صار على الويلتشير، وفي ناس خسروا باب رزقهم، والأخطر في ناس خسروا كل إمكانية فرح، يلي الأثار النفسية لهذا الانفجار رح تكون مستمرة لسنين، وهولي متألمين جدا، نحن ما منشوفهم ما منشعر معهم بالتمام، ما منعرف بالضبط هنين شو عم بيعينوا. هيدا الموضوع بيخليني اتذكر شعب اسرائيل في العهد القديم لما صار مآسي، في نبي اسمه ارميا، نبي كبير، قال يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع، فأبكي نهارا وليلا قتل بنت شعبي. قال قد ما بكيت قليل. فنحن مرقنا بأيام بكاء، أيام صعبة، أيام يمكن جيلنا مارق فيها أكثر من مرة، ولكن لأيمتى نسأل حالنا هل نحن حكم علينا أنه نضلنا نبكي ونضلنا متألمين، أم هناك شيء ممكن يتغير ونرجع نختبر أيام فرح وسعادة. هلأ لما صار هذا الانفجار أتى على البشر، وأتى على الرزق، وأتى على الروح، روح المدينة، روح الوطن، روح الشعب. فالبشر ما بيتعوضوا، خسارتهم كبيرة، المدينة بتتعوض تنبنى، ولكن الروح كيف بدها تنبنى حتى تقوم تبني المدينة وتطلع من الخوف أنه ممكن يصيب اللي أصاب غيره. أنا لذلك اخترت هالموضوع، إذا ماتت الروح فينا مشكلة كبيرة، وقتها ما قلنا قيامة، ما قلنا معنا بداية جديدة، فنحن بدنا نشجع بعضنا البعض، اوعى تموت الروح، وأنا واثق أنه في إمكانية أنه نرجع ونقوم. أسيس لما نحكي عن هيك أمور دايما السؤال الكبير ليش أنا؟ كل شخص بيخسر عزيز، وخاصة لما يكون خسران طفل، يعني ما ذنبه شيء، بنت صغيرة، صبي صغير، نعم. يعني دايما ليش أنا؟ هيدا السؤال الكبير، وبعتقد أول مرحلة كتار من الأشخاص بيفقدوا إيمانهم بربهم، أنه بالنهاية أنا مني عاملة شيء بحياتي غلط للأغلبية، ليش بده يصير فيي هيك؟ كيف منجاوب على هيك أسئلة كبيرة؟ لأنه أكيد الفاجعة هي أنه خسارة الجسد وكل الموتى، يعني أكيد كل شيء مثل ما ذكرت بيتعوض إلا إذا حدا رحله ضحية. اليوم صباحا سأبيت صديق لي كاتب مقالي بعت لي إياها، ليش أنا؟ هو عم بيحكي عن الانفجار، أنه في ناس راحوا في ناس ما راحوا،
بس هو عم بيربط بحادثة بنته يلي بالترمينال وجاها مرض السرطان وراحت. فهي سألته ليش أنا؟ ليش أنا من كل هالصف؟ ليش أنا من كل هالمدرسة؟ أحياناً بيسأل الإنسان حول ليش أنا مش حدا غيري؟ مش عم نقصد الشر لغيرنا، ما بدنا حدا ينصاب. طبعاً بنطرح الأسئلة الوجودية، نحن ما عنا إجابات دقيقة، ولكن العلم عند ربنا. بس بدنا نتأكد أنه العالم اللي نحن عايشين فيه هو عرضة لكل المفاجآت غير المسرة، فلازم نحن نكون على استعداد. نحن القصة وما فيها أنه نكبر بأجواء أهل محبين بيهيئونا للحياة الحلوة، ولأنه بكرة كل شيء بيكون تمام. بس لربما هيدي الظروف بتخلينا نصير نفكر حتى بنوعية الأمل يلي بنزرعه بولادنا، حتى نخلق منه الناس عندهم قدرة على الصمود وعلى المواجهة. إذا كان بس عم نتنشأ على أنه كل الحياة حلوة، بيصيبنا صدمة ما بنشفى منها. فهلأ يلي خلقوا بظروف صعبة، شوفي إذا عندك معرفة بتيتيات أرمن خطيارية كبار بالسن يلي هنن أو أهلهم إجوا من المجازر أو من التهجير، أحيانا بتطلعي فيهم بتلاقي الوجه كئيب وبنفس الوقت الوجه قوي. إذا بتسمعي ألحان أغانيهم موسيقتهم فيها شيء من هيدا الحزن، لأنه هنن أولاد المعاناة، أولاد المأساة، ونحن كمان. بس الحياة بدنا نواجهها بالكآبة الدائمة، بالحزن الدائم، أم بالهبلنة. واحد يكون خفيف العقل وما يكون يعني مش فرقاني معه وين بالضبط نحن بدنا نكون، عن أي حياة حلوة بدنا نحكي. أنا بظن الحياة الحلوة هي لما بتكون الحياة فيها اكتفى وشبع داخلي عميق نستمده من الله. والبعض ما عندهم هالإيمان بالله بيستمدوه من القيم العليا، لأنه في منهم مش مؤمنين بالله بس عندهم هالقناعات الواقعية بيستمدوها من قناعات عليا وقيم عليا. أكيد أنا من اللي بفضله نستمدها من الله، لأنه حتى الإنسان مهما كان قوي في بنيته بيجي نهار بينهار. فأنا بدي أقول شيء، نحن هلأ وقعنا وقعت الواقعة، في عنا مسؤولية تجاه نفوسنا وتجاه أولادنا وأجيالنا. شو اللي بدنا نعمله تترجع حياتنا تكون حلوة؟ إذا سمحتي لي بعد بدي أقرأ قراءة تاني من سفر المزامير هلأ، و في خلطة المعاناة والأمل والرجاء والإيمان والسؤال عن السبب، ليش وقعنا؟ شو اللي صار؟ وكيف فينا نرجع نطلع لشيء أفضل؟ رح أقرأ المزمور 85، هيدا قليل بيعرفوه. رضيت يا رب على أرضك، أرجعت سبي يعقوب، غفرت إثم شعبك، سترت كل خطيتهم، حجزت كل رجسك، رجعت عن حمو غضبك، أرجعنا يا إله خلاصنا، وانفي غضبك عنا. هل إلى الدهر تسخط علينا؟ هل تطيل غضبك إلى دور فدور؟ ألا تعود أنت فتحيينا فيفرح بك شعبك؟ أرنا يا رب رحمتك وأعطنا خلاصك. في هذا المزمور عم بيسأل لأمتى يا رب عدالتك وسخطك نزلين علينا؟ شايف أنه السبي حصل بسبب عدالة الله. هلأ فينا نقول الحق على الله لأنه مارس عدالته، لكن فعليا عدالة الله تحركت إزاء خطايا الشعب، فكانت إذن خطايا الشعب المسببة لمأساة وشقاء الشعب. بالأمس كنا بمؤتمر صحافي كنواب بيروت، أنا والزميل العميد أنطوان بانو والزميل الوزير نقولة الصحناوي والزميل أجوب ترزيان وعدد من النواب وأهالي بيروت. كل واحد حكي البريدو، أما العميد بانو فاستعرض تاريخية المرفأ وإدارته وسوء إدارته بالوقائع وبالتفصيل. أنا وعم بسمعه
قلت هيدا هو المسبب يلي استعرضه، هو المسبب لهالانفجار، أكان حصل عن طريق الخطأ أو الخرق أو الاعتداء. سوء الأمانة وسوء الإدارة والاستهتار والاسترباح، في ناس قاعدين مثل عصابة عم تستربح هالمرفق اللي بخص كل اللبنانيين، وصلنا لهالمأساة الكبرى. هلأ هالمأساة فيها وجهين، فيها وجه الخطية من تحت وفيها وجه العدالة من فوق. نزلت عدالة الله بس كانت قاسية جدا. ليش؟ لأنه خطيتنا قاسية جدا. الفساد اللي موجود عنا، إذا بس أخذت المرفق، إذا بس أخذت التهريب والرشاوة بهذا المرفق وبغيره من المرافق، نحن بلد فساد مطلق. هيدي نزلت مثل ما قصة سدوم وعمورة وحريق سدوم وعمورة حصلا أو حصل. فنحن البعض منا دغري بيتوجه لملامة الله وتبرئة الذات، شو عاملين لك؟ تصابنا اللي صابنا. هو لازم نسأل شو عاملين لحالنا تصابنا اللي صابنا. فهوني ما جادل كاتب المزمور ربنا ولومه، قال أخطأنا، حكي عن فسادنا، حكي عن إثمنا خطيتنا، ولكن بعدين استرحم الله وطلب منه رحمته، قال له ألا تعود أنت فتحيينا فيفرح بك شعبك. هلا عم نحكي عن عودة الأيام الحلوة، اللي بيدمر ما بيقدر هو يعيد الفرح، بدنا الله ينهض فينا ويرحمنا ويعيد الفرح إلى قلوبنا. أساس أكيد مصيبة عن مصيبة بتفرق كتير، يعني في كتير أشخاص هلأ أكيد يمكن تعاستهم هي لأنه كان يقبضوا 20,000 دولار صاروا يقبضوا يمكن 20 مليون، وفي كتير لأنه خسروا ولد ولأنه خسروا إجر ولأنه خسروا عين ولأنه خسروا بيتهم. يعني في مصيبة عن مصيبة بتفرق للأشخاص. صحيح. يلي عم بنقوا على أشياء منا سخيفة، يعني بالنهاية كمان الواحد إذا كان عايش بمستوى معين وهلأ مش قادر يمكن يطعم أولاده كمان منا شيء هين، بس كيف في استعيد هالفرحة؟ كيف في يكون أنا grateful لربي؟ يعني هالgratefulness يلي دايما أكيد هي أساس إيماننا، نوعى عبكرة وقل له أنا بشكرك على كل شيء. في اشكره على كل شيء، اذا خسراني ولد عزيز، اذا خسراني اجر، اذا خسراني ايد، وتعلم من هالناس القوية يلي عن جد عم بيقدروا يعملوا اشياء. اكيد الانسان يلي ما في ولا مشكله مش عم بيقدر ينهض ويوعى بس لانه مش قادر يشتري يمكن الجبنه يلي كان يحبها وصارت كتير غاليه. بالكلام اللي عم تقوليه واللي سبق وقلته، انا قلت شو ذنبه اللي منه مذنب بعملية الفساد تتأذى. لأنه مش كل اللي تأذوا هن مشاركين بعملية الفساد على المرفأ أو بغيرها تهو تأذى. هيدا الإنسان المجروح بسبب واحد شرير بلا إنسانية بلا وطنية بلا أخلاق، كان كل الوقت همه يهف ياخد يسرق، ونزلت هالضربة. هول الناس دفعوا ثمن، هول الناس وهول نزاد على جرم جرم، انه هول سببوا مآسي وآلام هول الناس. هلأ عنا قصة المرفأ وعنا قصة الاقتصاد والسرقة الكبيرة وتهريب أموال اللبنانيين وإفقارهم، المؤامرة يلي قاموا فيها عصابة كبرى من المتمولين يلي ما عندهم شفقة أو رحمة بالناس، من أصحاب المصارف ولا من السياسيين ولا من الدول ولا من المخابرات ولا شو ما كان يكون. وتألموا ناس أبرياء، ناس جنى عمرهم يلي جنيوه بشرف وبأخلاق وبعرق جبينهم، هولي شو ذنبهم يتأذوا؟ هولي حرقتهم أكبر من هوليك. هوليك بيقول لك أنا عامل مصرياتي بالقلبلة ماشي الحال، بعد في شوي كذا، هيدا يبقى مقهور أكتر. الآدمي اللي بيخوف ربنا اشتغل. هيدي هي المأساة. وهوني نحن منصير نفكر، بدنا نحط حالنا محله تنفكر صحيح، وبنفس الوقت بدنا نطلع للإشياء بقيمتها، القيمة الباقية والقيمة العابرة.
بتروح القيمة العابرة على قيمتها إذا كان قلبي فيها أنا متألم أكثر. أما إذا وجدت القيمة القائمة بذاتها والأبدية أنا برتاح. هون مقبيل ثروة أم بيت أم ممتلكات أم عمل أم صحة، هولي كلهم قيمة عابرة. شو هي القيمة الباقية؟ القيمة الباقية الوحيدة هي الله، شخص الله. وأنا روحي باقية لأنه أنا وجدت لأحيا إلى الأبد. وقت توقع كل الأمور حوالي وبشوف بعدني عايش ولو بخسائر، حتى لو بخسائر جسدية، أنا قيمة باقية. وهوني الإنسان فجأة بتصيبه استنارة، بيعيش فترة الألم والخضة وبتعصف فيه، بعدين بيستنير بيقول أنا قيمة باقية والله قيمة باقية والحياة عابرة وكل شيء فيها عابر وقبض الريح بخسره. فأنا خليني التفت لحالتي وصحتها وبعدين منشوف الباقي شو بينعمل وكيف بيتعوض. وهون بتبلش أول إشعاعات النور الشافي يلي بيدخل إلى النفس ليعيد لها الحياة. فهو صرخ ألا تعود أنت فتحينا، عرف أنه هو ما في عنده قدرة أنه يحييه. مثلا لما بتشوفي أيوب خسر مزارعه وخسر أولاده لأنه أولاده وقع عليهم السقف وصار الحريق فما قدروا أنقذون، فهو صرخ لإلهه. وهون إجت إشعاعات الشفاء السماوية وإلا تقلك الحقيقة ما في تعويض عن هيك خسائر. شو هو التعويض؟ فأنا اليوم بدي وجه أنظارنا كمتألمين كجرحى وكناس مصابين بنفوسهم، مش بس اللي خسر جزء من جسده أو أمواله. نحن بدنا نوجه نفوسنا إلى فوق من حيث يأتي عوننا، معونتنا من عند الرب صانع السماء والأرض. ما عندي إمكانيات أخرى وإلا الباقي ملهات. وهيدي المأساة لو صارت ملهات اعتبري عملنا مسرحية وضحكناهم كلهم وعملنا لهم شو ورا شو. بالأخير الإنسان لما بيرجع إلى نفسه وبيفوت إلى غرفته بيسكر عايش مع المأساة. المأساة متحكمة من روحه وذكرياته وذهنه ونشاطه العقلي وأثر النفسي على حياته. فما عنده خيار إلا أنه يلتفت إلى فوق يقول له ألا تعود أنت فتحيينا، بس الله يحيينا والباقي ولا شيء ولا شيء. يعني أساس من وراء اللي عم بتقوله في كتير ناس بتربط الفرح بالمصاري. السعادة هي أنه أنا أكون مرتاح ماديا وقادر أمن كل شيء بحياتي. لكل هالأشخاص يلي ظلمونا وسرقونا وأخذوا مصريات الناس والشعب، أكيد مصرياتهم أكثر من أنه نقدر نعدها، ونحن بنعتبرهم أو يمكن كتار من الناس بيعتبرون سعادة هالقعدة بعد تسكير باب أوضتهم فيها. يعني مثلا في افرح انا اذا هالشخص عن جد لانه عذبني هو ابدا مش عم بلاقي راحة البال، ولا هيدي كمان فرحة زائفة بتكون وما لازم انا قارن وفرحتهم قد ايه هي فيك او انه منا موجودة؟ بعتقد انا بقول مش لازم نقارن، بتزداد ألامنا وبيزداد فينا شيء من المرارة المضرة بنفوسنا، بيأدينا اللي فينا. إذا وصلنا لمرحلة المرارة بيكون الشرير تمم هدفه. أشنع شيء إنك تتمرمري. هلأ سعداء بشك، في ناس بيعتقد من كبار مجرمي الحرب اللي أنا صار لي أتعرف عليهم عن كثب، ما بيقدروا يناموا لليوم، ما بيقدروا يناموا. بيفسر لك هيدا ليش قسم منهم تورط في المخدرات ليقدر ينام ليرتاح وينسى، أو بالسكر، والبعض الآخر بعلاج نفسي. طبعا هولي بدهم علاج وإعادة تأهيل، وهذا الشيء اللي ما صار. ميليشياتنا من غير شر ولا جيشنا مع احترامنا الكبير لإله ما عملوا إعادة تأهيل لمقاتلين حتى الشرفاء، لأن الجيوش تعمل حتى للمقاتل الشريف يلي بيقتل الواحد ما بيرتاح لو كان عدوه. فكيف بعد لكميات وأعداد من المجرمين والقتلة يلي كانوا في بلادنا وبعدين نطوا
وحطوا رحالهم على السلطة وعلى مصادر الرزق وإلى آخره، هولي ما بيكونوا مرتاحين. هلأ إذا عرف الإنسان أنه هو مويت ما بيعود مرتاح أبدا، إن شاء الله بيلحد. مع العلم كلنا مويت يعني، بس في منه مش مصدقين أنهم بيموتوا. صح. كيف بدك يرتاح؟ أنا هلأ بدي أعود لنقاش معادلة معينة، إذا الراحة بتجي من المال والسلطة ولا من شيء تاني. أتابع المزمور 85، إني أسمع ما يتكلم به الله الرب، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولأتقيائه، فلا يرجعن إلى الحماقة، لأن خلاصه قريب من خائفيه، ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما، الحق من الأرض ينبت والبر من السماء يطلع، أيضا الرب يعطي الخير وأرضنا تعطي غلتها، البر قدامه يسلك ويطأ في طريق خطواته. لما نرضي الله الخير بيطلع علينا من الأرض وبينزل علينا من السماء. نحن شو بدي أنا بالمقارنات؟ بس بدي قارن مع الدول اللي نهضت من أزمة بستفيد، بس خليني اطلع للوضع الداخلي يلي أنا مخليني بهالمأساة. إذا واحد أرضه مليانة أعشاب ضارة وحجارة وكل الأمراض، هل يتوقع موسم خير؟ أم لازم ينتزع من أرضه من تربته كل هيدي المضار حتى تطلع الخيرات من الأرض والله يفرج عليه؟ هيدا اللي عم بيقوله كاتب المزمور 85. أنا بعتقد نحن بحاجة لأيام مصالحة مع الله حتى يرجع ربنا يمطر علينا بالخير، وأيضا نحن بحاجة لمصالحة مع القيم والأخلاق، نحن بحاجة لمصالحة مع المفاهيم، لأن مفاهيمنا كأولاد الكنعانيين، مفاهيمنا كأولاد الكنعانيين والفينيقيين كلها تدور حول الربح والمال والثروة وبأي طريقة اللي كان. أظن أنه نحن لازم نطلق ونترك شيء من تراثنا ومن عاداتنا ومن أفكارنا حتى نتبنى القيم اللي عم نحكي عنها، ويكون عندنا مصالحة مع الله والقيم النابعة من فوق لربنا يرجع يخلي الأرض تعطي غلتها بزود وتمطر علينا بركات السماء. عندها الله يحيينا ويعود الفرح إلى قلوبنا. إن شاء الله يا رب. نحن بنشكرك أسيس. شكرا. بنشوفك أسبوع جاي وويكند لك. مشاهدينا بريك صغير وبنرجع لكم.